ايوه ريس، وهو الرئيس يمارس تمرينات الاحماء. ما يهمكش يا ريس من الولايه ديت. ايوه قول كلمتين حلوين وبعدين بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتبص في ساعتك ليه وانت واقف مع ميركل؟ طلع تاخد منهم فلوس وناس بتموت وبص في ساعتك في مؤتمر صحفي. لا لا، يمكن ميركل ما تكونش خدت بالها، حاجه صغيره وهتعدي. ميركل قفشت يا جدعان.